是卖血。Holy shit！الحمد لله على كل حال يا جماعة الخير، عليكم دائما بتوخي الحذر بالطرق السريعة من الأصياخ الموجودة بالطريق. والله يا رجال بشرح لكم اللي صار معي تو. ماشي على سرعة 140 على طريق حائل القصيم السريع، دعست لي على صيخ، شايفين كيف؟ شوف داخل الصيخ من تحت السيارة، ما هذا قوي مرة يعني، شق البادي من تحت ودخل بالمرتبة التحتية وشق المرتبة هذه وطلع من ورا ظهري. الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللي الله نجاني. عليكم الحذر دائما بالطرق السريعة، والله يوكينا وياك. Крышу кроют. Кровлю подделывают.